عشان كده حبيت احتفل بالمناسبه السعيده، لان هي بالنسبه لي سعيده جدا. اما طلع حفله وتوزيع جوائز ذهب كمان، وخلني انا ما اقبلش، انا ست ما اقبلش، ما اقبلش الخيانه. حبيت احتفل بالمناسبه السعيده، لان هي بالنسبه لي سعيده جدا. دي مناسبه سعيده جدا بالنسبه لي، بالنسبه لي سعيده جدا. حبيت احتفل بالمناسبة السعيدة، لأن هي بالنسبة لي سعيدة جدا. دي مناسبة سعيدة جدا بالنسبة لي، بالنسبة لي سعيدة جدا. يعني مش شرط إن احنا نفرح في المناسبات السعيدة. أنا بالنسبة لي كست اتطلقت، سعيدة إن أنا اتطلقت، والنهاردة آخر يوم في العدة. آخر يوم في العدة؟ أنا اتطلقت، النهاردة آخر يوم في العدة. فححزن على إيه؟ واحد خلاص رمى حاله وخلني، انا ما اقبلش، انا ست ما اقبلش، ما اقبلش الخيانة. فححزن على ايه؟ واحد خلاص رمى حاله وخلني، انا ما اقبلش، انا ست ما اقبلش، ما اقبلش الخيانة. كده وزعت جوائز ذهب في الكافيه، فالفكرة عجبتني. يعني احسن من كده مناسبة ايه ان انا اوزع فيها جوائز ذهب؟ انا مش جايبة فرقة، انا البرنامج زي كل يوم، انا شغالة بند كل يوم، كل ساعة مطربة. عشان كده حبيت احتفل بالمناسبة السعيدة، لان هي بالنسبة لي سعيدة جدا. دي مناسبة سعيدة جدا بالنسبة لي. بالنسبة لي سعيدة جدا. اما طلع حفلة وتوزيع جوائز ذهب كمان. يعني مش شرط ان احنا نفرح في المناسبات السعيدة. انا بالنسبة لي كست اتطلقت، سعيدة ان انا اتطلقت، والنهاردة اخر يوم في العدة. اخر يوم في العدة؟ انا اتطلقت، النهاردة اخر يوم في العدة. فححزن على ايه؟ واحد خلاص رمى حاله وخلني، انا ما اقبلش، انا ست ما اقبلش، ما اقبلش الخيانه.